السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من ترين. حلقة النهاردة انتظرها أولياء الأمور كتير جدا من فترة كبيرة أوي، وهي إلغاء الدراسة في مصر. تعالوا نشوف إيه الحكاية. أولياء الأمور والشعب المصري كله تقريبا كان عمال يهاتي ويحافر وينده ويقول ويزعق، احنا عايزين يا جماعة نلغي الدراسة، عيالنا ومستقبل عيالنا، وناس كتيرة بالفعل أصلا قعدت عيالهم ما كانوش بيودوهم المدارس. لكن طبعا طارق شرقي أو طارق شوقي دوت للأسف كان ودنه من طين ودن من عجين، ما استجابش للناس وما كانش في دماغه أي حاجة، وكانت الدراسة ماشية زي الفل في الوقت اللي كل دول العالم تقريبا قعدت العيال في البيت وقعدت الطلبة في البيت، لكن احنا كنا برضو مستمرين وماشيين والسبوبة ماشية وزي الفل. طيب ايه بقى اللي خلى معالي وزير التربية والتعليم يرجع في رأيه ويرجع في قراره؟ طبعا من يومين بس طلع هاشتاج لوزير التربية والتعليم بعد الغلطة او الكارثة الشنيعة اللي عملها في حق اولياء الامور، وان قال ان اولياء الامور او الستات تحديدا الامهات بتقعد على الفيسبوك 24 ساعة فمش فاضيين لتربية ولادهم، وده كان سب وشتيمة وقلة ادب منه طبعا في حق اولياء الامور او الامهات تحديدا. ما ينفعش تطلع من واحد مسؤول، الحاجات دي طبعا ما ينفعش تطلع من واحد مسؤول، وبالفعل اللي حصل والناس حطت عليه حتة محترمة بعد يومين بس 48 ساعة لغى الدراسة. برافو عليك، لازم يعني نحط عليك، يعني لازم الناس تهزقك، لازم الناس تطلعكم مسرح عشان خاطر تبدأوا تاخدوا قرارات كويسة. ما كمل أول يا عم، يعني الدنيا فعلا في مشاكل ولا لازم يتحط عليك؟ وهي في نوعية كده، في نوعية في العالم كله مش هقول بس في الشعب المصري، لازم تديها على دماغها علشان خاطر تجيب ورق. خلاص يا جماعة فالدراسة اتلغت ومبروك، ونبدأ بقى نشتغل عن بعد تاني، وأولياء الأمور رجعوا تاني موضوع الدراسة عن بعد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس وتدعوا على وزير التربية والتعليم. سلام.